ذي الحجة 528 هجرية في منطقة البكار على بعد 20 كيلو شمال قرطبة، ما بين قرطبة وطليطلة، يلتقي جيش المرابطين بقيادة تاشفين ابن علي ابن يوسف ابن تاشفين. علي ابن يوسف ابن تاشفين هو حاكم المرابطين، ملك المرابطين في المغرب والأندلس. تاشفين ابنه هو حاكم الأندلس، فيتحرك حاكم الأندلس بنفسه إلى شمال قرطبة، ويحدث اللقاء في البكار، ويستعد الجيشان. عادة المعارك تبدأ عندما ينبلج الصباح، لكن بينما الجيش المسلم يأخذ مكانه، كان الجيش النصراني قد استعد وكمن للمسلمين، وفي جنح الظلام حيث لم يكن للمسلمين أي استعداد، ولم يكن من عادة الجيوش أن تلتقي في الظلام. في الظلام هجم جيش النصارى فجأة على المسلمين، وفعلا كانت مباغتة غير عادية على تاشفين حاكم الأندلس والجيش الذي معه، وبدأت جيوش النصارى تكتسح جيش المسلمين، وتخلخل معسكر المسلمين أيما تخلخل، وبدأ المسلمون يفرون من هذه المعركة، وبدأ قادة الجيش يفرون، وأخذوا ينادون تاشفين بأن يهرب ويسلم وإلا قتل. فقال قولة عظيمة: لا أسلم وأسلم الأمة، ولا أبرح أو تنجلي عمن جلت عليه هذه الكرة، يعني لن أهرب وأترك الأمة تضيع. انظروا المعنى الجليل، يؤثر أن يستشهد على أن يفر وهو الحاكم فينهزم الناس بسببه، لكن الجيش انهزم وفر، ولم يبق مع تاشفين سوى 40 رجلا فقط. هذا كل الذي بقى مع حاكم الأندلس، لكنه ثبت وفضل الشهادة في سبيل الله. يقول من شهده، يقول: لم أرى أربط منه جأشا، يعني ما رأيت إنسان ما يخاف ما تزعزع كما كان تاشفين في ذلك الموقف. وأخذ الرجل يقاتل بما معه من سلاح ومن رجال، يقولون قاتل بالسيف حتى انكسر، وقاتل بالدرق بالحديد، أي شيء يجد بدأ يقاتل فيه، لكنه ثبت. مع ثبات تاشفين، هذا الثبات العظيم، وصل الخبر إلى باقي الجيش، فبدأوا يرجعون وبدأوا ينضمون إلى تاشفين، وبدأت هذه المجموعة الصغيرة تكبر شيئا فشيئا. وتاشفين على صبره وثباته وجهاده يذكر بأمجاد جده يوسف ابن تاشفين، ذرية بعضها من بعض، هذا الشبل من ذاك الأسد. فثبت تاشفين هذا الثبات العظيم، واستطاع أن ينظم من بقي معه ومن انضم إليه، وأعاد ترتيب الجيش وهو صامد، حتى استطاع تاشفين أن يقلب الهزيمة إلى نصر، وانتصر المسلمون في معركة البكار العظيمة بعدما كادت أن تلحق بهم كارثة تفنيهم بثبات هؤلاء الرجال، وعلى رأسهم تاشفين ابن علي ابن يوسف ابن تاشفين رحمهم الله جميعا. بثبات هذا الرجل ثبت المسلمون وقلبوا الهزيمة إلى نصر، وقتل قائد النصارى في معركة البكار. أي نماذج من البشر هذه التي نتحدث عنها؟ أي نوع من الصبر ومن البلاء ومن حب الشهادة وحب الآخرة نحن نصف في هذه الجلسات؟ تأملوا، يذكر بموقف النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسى به، حيث أنه كان يوم حنين لما أعجبت المسلمين كثرتهم فهزموا وفروا، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 100 رجل، فقلب بهؤلاء الثابتين 100 قلب الهزيمة إلى نصر. وجدد تاشفين ابن علي ابن يوسف ابن تاشفين جدد هذا الأمر، ونقل لنا هذه السنة، سنة الثبات عندما ينهزم الناس، فجددها لنا في معركة البكار العظيمة.
واستمر الأمر على هذه الصراعات، أحيانا ينتصر المرابطون وأحيانا يهزمون، وإن كانت معظم هذه المعارك ما كانت معارك فاصلة، واستمر الأمر بين أخذ وعطاء، بين جزر ومد. وفي عام 533 هجرية عبر تاشفين من الأندلس إلى المغرب، والتقى مع أبيه هناك، وهناك أعلن علي بن تاشفين ولاية العهد لابنه النموذج العجيب البطل المغوار الثابت تاشفين ابن علي بن تاشفين. وفي 537 هجرية يتوفى علي بن تاشفين ويتولى تاشفين الحكم من بعده. في 539 هجرية تبدأ المشاكل تزداد داخل الأندلس، وتزداد أكثر داخل المغرب، وبدأ الموحدون جماعة جديدة ظهرت في داخل المغرب العربي، بدأت تقلقل المغرب العربي. وزاد الأمر أنه في ذلك العام، عام 539 هجرية، يموت تاشفين ويتولى الأمر من بعده إبراهيم، ابنه إبراهيم صغير أقل من 20 سنة، ليس له من خبرة الحكم والجهاد شيء. وهذه من الأخطاء العظيمة، أن يتولى الحكم وفي المسلمين من هو أفضل وأكفأ منه، لكن هذا الذي حدث للمرابطين، فسلموا الحكم لإبراهيم ابن تاشفين وهو ضعيف صغير ليس له من هذه الخبرات شيء، ويستعين بمن معه، لكن يبقى الأمر بيد الحاكم الأول. الآن الأمر في شدة اتساعه بالنسبة للمرابطين، وفي نفس الوقت الحكم بيد رجل ضعيف إبراهيم الصغير. الأندلس الخطر عليها داهم، والمغرب الثورة من داخلها بدأت. هل يستطيع إبراهيم ابن تاشفين أن يعيد أمجاد أبيه وأن يعيد أمجاد يوسف ابن تاشفين؟ هل يكون إبراهيم الصغير رغم أنه ليس له خبرة في الحكم والجهاد أن يكون نموذجا مثل عبد الرحمن الناصر الذي تولى وعمره 22 سنة فبنى أعظم دولة للمسلمين في زمانه في الأندلس؟ هل يكون إبراهيم من هذا النوع الفريد من الرجال، أم يضيع إبراهيم الأندلس ويضيع المرابطين معها؟ مع تولي إبراهيم كانت المغرب تغلي، وكانت هناك دعوة تسمى دعوة الموحدين قد بدأت تظهر وتقوى في المغرب بشدة، وبدأت تزحف نحو مدينة فاس من أهم مدن المغرب، وأيضا تهدد مراكش عاصمة المغرب. في هذه الأثناء مع هذا الصراع، في عام 540 هجرية يحدث قتال عظيم بين المسلمين وبين النصارى في معركة عظيمة بين طليطلة التي هي عاصمة النصارى ودانية إحدى مدن المسلمين. في هذه المنطقة حصلت هذه المعركة العظيمة بين المرابطين، لكن المرابطين الآن ليسوا كالمرابطين سابقا. المرابطين الإمدادات من المغرب إليهم ضعيفة بسبب الانشغال في أحوال المغرب، والإدارة ضعيفة بسبب الفتن التي تجري في المغرب، فهم وشأنهم الآن. وبدأت المعركة العظيمة، معركة اللج والبسيط، هكذا تسمى في التاريخ، معركة اللج والبسيط في عام 540 هجرية، وتحدث الهزيمة العظيمة للمسلمين في معركة اللج والبسيط، وكانت لعلها أول الإشارات بأن حكم إبراهيم سيكون حكما ضعيفا. وفعلا استطاع الموحدون في عام 540 هجرية في نفس هذا العام أن يدخلوا مدينة فاس ويقتحموها ويسيطروا عليها. ثم في العام التالي 541 هجرية
استطاع الموحدون أن يدخلوا عاصمة المرابطين مراكش ويكسروها ويقتلوا الخليفة إبراهيم ابن تاشفين، وتسقط دولة المرابطين وتبدأ دولة الموحدين. وقبل أن نبدأ في الحديث عن دولة الموحدين، دعونا نقف في قليل من التعليقات على دولة المرابطين. دولة المرابطين بقيادة يوسف ابن تاشفين دولة أسسها العلماء وبناها العلماء وقامت على يد العلماء، دولة حكمت أكثر من 50 سنة لم يتوقف فيها الجهاد أبدا، دولة حكمت بالقرآن والسنة وأعادت أمجاد المسلمين، وقضوا معظم جهدهم في توحيد المغرب ثم في توحيد الأندلس، دولة قضت على العصبيات وعلى الفرقة الجاهلية وجعلت المسلمين يعتزون بدينهم، دولة كان لها الفضل في توحيد المسلمين في الأندلس والقضاء على الفترة المريرة التي تسمى دويلات الطوائف. يقول الإمام العظيم والعالم الجليل ابن العربي: المرابطون قاموا بدعوة الحق ونصرة الدين، وهم حماة المسلمين الذابون المجاهدون دونهم. ويقول ابن الخطيب: كانت دولتهم دولة خير وجهاد وعافية، وأكثر الدول، انظروا إلى هذا التعليق بقولة ابن الخطيب، يقول: وأكثر الدول جريا على السنة، رحمهم الله جميعا. هكذا يقول ابن الخطيب. يقول المؤرخون عن جهاد المرابطين أنه لولا تدخل المرابطين في الأندلس لسقطت الأندلس والعلم عند الله. يقول المؤرخون كذلك: جهاد المرابطين في الأندلس أخر سقوط الأندلس 4 قرون، ولولاهم لسقطت الأندلس لقمة سائغة في يد النصارى. دعوة على القرآن وسنة ودولة مصبوغة بالجهاد في سبيل الله، دولة انتشر فيها العلم وظهر فيها العلماء وانتشرت الدراسات المتنوعة. في زمانهم برز الإمام الجليل ابن رشد، الجد الأكبر للإمام الفيلسوف ابن رشد، وظهر من العلماء ابن بسام الشنتيري من علماء الأندلس العظام والحجاري، هؤلاء كلهم علماء الذين ظهروا في الأندلس غير العلماء الذين ظهروا في المغرب. فمن العلماء الأندلسيين الذين برزوا في عهد المرابطين الحجاري وابن بشكوال وابن عبدون، كما برز ابن أبي الخصال وابن باجة الذي برز في الرياضيات والفلك، وبرز الخزرجي صاحب الفضل العظيم على الطب الحديث. وكانت من أفعالهم العظيمة أنهم أسسوا، كانت العاصمة قبل ذلك في طليطرة، ثم هم جعلوا قرطبة عاصمتهم، ثم نقلوا العاصمة من قرطبة إلى غرناطة، فكانت غرناطة في نهضتها، بداية النهضة الحقيقية لغرناطة في أيام عهد المرابطين. كانت أيام خير ورخاء للمسلمين، وكانوا في منتهى العدل، لا يأخذون غير الزكاة والأعشار وما حكم به الشرع. يقول المؤرخون: وانقطع في زمانهم قطاع الطرق، انقطع في زمانهم من يسرق، السرقات في الطرق. إذن نحن نتحدث عن دولة ليست دولة عادية، دولة بدأت بالرباط، ورباط غير عادي، رباط علم وجهاد. هكذا تأسسوا في الرباط. رباط عبارة عن مخيم كبير أسسه لهم أحد علمائهم الذي جاء من القيروان من تونس، وجمع به الشباب يعلمهم القرآن والسنة ويعلمهم أمر الجهاد، فتكونت هذه الجماعة المباركة ونمت حتى صار عددها 1000 رجل،
وعلمهم الشرع والدين، فكانوا كلهم من العلماء المجاهدين، ونهضت هذه الدولة حتى وصلت إلى مجدها.